الكواليس بتاعت البطولة من نظرة المدرب. خلينا بقى نعرف من نظرة اللاعبات. طبعا يعني اكيد بيبقى في توتر، اكيد بيبقى في استعدادات معينة. خلينا بقى نسمع منك، يعني نعرف كمان جماهير الاهلي ازاي بتستعدوا. من ناحية استعداد ازاي بالظبط؟ يعني كواليس اي بطوله بتبقوا داخلين، انا هتمرن، انا عارفه انا هعمل ايه، فرق كلها انا مضمنه ان انا هكسبها. يعني زي ما كابتن احمد بيتكلم، كان في فرق انتوا حاسين ان لا ممكن يبقى كومبيتيتور عالي، فخليني اعرف انت استعداداتك بتبقى ازاي، داخله بثقه يعني؟ لا طبعا داخله بثقه كده. طبعا ببقى داخله بثقه في نفسي، يعني لازم ابقى واثقه في نفسي، بس طبعا ببقى متضايقه برضو الفرقه اللي قدامي حجمها، عشان لو استهترنا بيها يعني هيبقى ماتش ممكن يضيع مننا. حتى لو فرقه انتوا ضامنين، حتى ان هي حتى لو لعبناها قبل كده كسبنا ما تضمنيش ايه اللي يحصل برضه. صح بس يعني فبتحاول على قد ما تقدر تدي الفرقه اللي قدامك حجمها، تشوفي ايه نقاط ضعفها بحيث ان انت تستغليها عشان تكسبي، بتشوفي برضه ايه نقاط ضعف اللي عندك بحيث ان انت ما تكرريهاش في الماتش كده يعني. جميل.